تحس ان السادة المسؤولين عن البلد من كتر ما هم ادمنوا واتقنوا الفشل بقوا بيتعمدوا افشال كل حاجة ناجحة في البلد. قبل كده كلمت حضراتكم عن قرية اسمها شبرا ميلس موجودة في محافظة زفتة، عدد سكانها حوالي 40 او 50 الف مواطن، 90 او 95% منهم شغالين فيما يسمى زراعة الكتان. وبالمناسبة شبرا ميلس لوحدها قرية صغمونة عزبة كده قد كده بتنتج 90% من إنتاج مصر من الكتان، وبتنتج 8% من إنتاج العالم من الكتان كله، موجود في عزبة اسمها شبرا ميلس تبع مركز اسمه زفتة في محافظة اسمها الغربية موجودة في قلب الدلتا في بلدنا. مش نسيبها في حالها، 30 مصنع موجود في شبرا ميلس، بعضهم صيني والبعض بلجيكي والبعض مش عارف ايه، مش نسيبها في حالها، لا ده اهمال. الناس في شبرا ميلس اللي بيصدروا المحصول بقالهم عقود، يا حكومه تعالي اعملي لنا وحده مطافي، يا ناس حرام عليكم وبيتنا بيتخرب كل يوم حريقه، اخرهم كان امبارح قال لك حريق هائل يلتهم شونه كتان لمحصول يمتد الى 1000 او 100 فدان كامله في محافظه الغربيه في شبرا ميلس. طب اخوانا انتوا لا فالحين تعملوا حاجة جديدة ولا حتى فالحين تحافظوا على النجاح القديم، لا عارفين تنجحوا في حاجة ولا سايبين اللي ناجح يشتغل. لما تبقى قرية اسمها قلعة الكتان وبيتذكر انتاجها في العالم كله 8% من انتاج الكتان all over the world زي ما بيقولوا، بيطلع من شبرا ميلس في الزفتة، طب ما تعمل لهمش وحدة مطافي؟ ده الكتان ده من اكتر الكائنات او من اكتر المحاصيل جفاف، يعني لو رميت سيجارة كده ولعت في محصول شونة كاملة فيها 100 فدان امبارح وخسائر بالملايين. وبالمناسبة دي مش أول مرة، كان عندنا يوم 7 يونيو يعني قبل أسبوعين هذا الخبر، حريق هائل أيضا في شونة كتان، لكن دي كانت فين؟ كانت في طنطا السنة اللي فاتت، نفس الحادث السنة اللي فاتت اهوت، خسائر بالملايين، حريق هائل يلتهم 4 شون كتان في شبرا ميلس بمحافظة الغربية. إخوانا هي بلدنا عجزة، بلدنا اللي بتبني جمهورية جديدة بتعمل عاصمة إدارية جديدة واللي بتتحضر نحو الأخضر واللي بتجيب مدرب للمنتخب بتديله مش عارف كام مليون دولار، واللي عندها نجفة أكبر نجفة في العالم وأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر، إحنا عجزنا نعمل وحدة مطافي في عزبة في مركز زفتة في الغربية عشان تحمي شبرا ميلس قلعة صناعة الكتان مهددة بالغلق وتشريد العمال؟ عجزت توفر للناس دي عربية مطافي؟ الناس دي مش عايزة. بص شبرا ميلس اللون الأصفر، ألاف الأطنان، زراعة وبذور وكل ده، يعني انت عارف الكتان بيتزرع بقاله 5000 سنة، احنا اقدم دولة زرعت كتان. الكتان ده محصول، كل سنتي او كل جرام في محصول الكتان بتستفيد منه. بذرة الكتان بتطلع افضل انواع الزيوت، الكتان نفسه بيستخدم في افضل انواع المنسوجات، التفل بتاع الكتان بعد فرمه بيتعمل كزب وعلف، مش عارف بيخش في صناعة العطور، في صناعة المقويات، في صناعة الورق، في صناعة الاخشاب. تقوم تسيب، بص كتان مصر محصول عالمي اهملته الدولة وسرقته الصين. كفاية انك تعرف ان 30 مصنع موجودين في شبرا ميلس احد الكنوز المنسية اللي هو الكتان، 50% منهم صيني، دولة سايبة الصين بتيجي تبني مصانع على ارض شبرا ميلس عشان تستفيد من الكتان، والمحصول المصري بيتحرق بالشكل ده. الله ما يرضي حد اللي بيحصل في شبرا ميلس في زفتة، ما يرضيش حد. مش مطلوب منكم غير انكم توفروا لهم وحدة مطافي. يا اخي اعتبر الناس دي عايزة كوبري، اعتبرهم محتاجين محور، روح كده اعمل مؤتمر عندهم وبفلوس المؤتمر اعمل لهم وحدة مطافي. يا اخي اتنازل عن عربية مرسيدس من المواكب بتاعة السادة المسؤولين في البلد واشتري عربية مطافي وقفها في العزبة بدل ما كل يوم حريقة، وأقرب وحدة مطافي موجودة في المركز في زفتة على ما توصل المطافي محتاجة 45 دقيقة يكون خسائر بالملايين زي ما حضراتكم شايفين. والله هتتسألوا عن المواطن، هتتسألوا عن المال العام،
هتتسألوا عن خراب البيوت المستعجل اللي بسبب إهمالكم وإنفاقكم على الفاضي والمليان على البعزقة والفنجرة الكدابة وسايبين الحاجات المهمة بالشكل ده.